السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خوتي السلام عليكم، كنتم مزيانين بخير. مهم إن شاء الله اليوم نعمل واحد فيديو جديد، فيديو اللي يطلع مزيان وإن شاء الله. أنا جاتني واحد فكرة نعمل واحد فيديو على محد مسلم اللي يحول اليوم جديد في طنجة، اليوم يحول 28 شهر 12 2019، لا يحول في درادب قبل جامعة الموحدين. مهم إن شاء الله نمشيو تما نصورو، نطلعو شي فيديو واعر، نسقسيو الناس تما يعني كيفاش تحلو هاد الفيديو، كيفاش الماركة يعني كاليتي ديال الماركة واش مزيونة هادي. وسفيان عزيزي يشرح لكم هادشي. غنمشيو نزورو محل مسلم إن شاء الله اليوم، وغنزيدو نكتشفو المحل ونكتشفو الفكرة والمصمم ديال الفكرة، ونزيدو نكتشفو الماركة بزاف وكيفاش جات الاسم كابايير وماركة جديدة، وإن شاء الله يلقى لنا الإعجاب ديالكم. يعني كافيرو اسم الديسكو اللي يلاه عمل مسلم جديد مع ماركه اللي خرج جديد، الحلم ديالو كان يعني باغي يعمل، الحلم ديالو في الصغر كان باغي يعمل شي محل يعني الحوايج، وتحقق له هاد الحلم هذا. واليوم ان شاء الله نعمل شي فيديو واعر تحو معاه. اخوتي اجبرتونا دابا اودين المحل المسلم، دابا حنا في الدرازم هابطة الترادم، يعني لما أولي من حد مسلم ويبقوا معنا صور كبيرة. السلام عليكم، معكم الكابايرو، كابايرو حيت بادي مصيرو، كابايرو قبل ما نكون رابيرو، كابايرو ما بدلني دي الميرو، ما على بالي بكلام اللي غيرو، كابايرو باقي حيرو. كيما كتشوفو بديت من والو، بديت غير انا والمايك وخيالي، حق هذا ما خلاو ما قالو، وانا كملت في الطريق ديالي. وما على بالي باللي تقلبوا عليا، صرفتي اللي فيا تيريتي، على صباك كنتي من اللي نكريتي. دابا غي شوفوني نعيش الحلم ديالك، شفتوني كيف بديت غير انا وخيالك، شفتو دابا بزاف بغاو يكونوا بحالك، حيت انا كابايرو راسي عالي. قول الحق هذا باللي انا كابايرو، انا الناجح كلهم انا كابايرو، غادي يحسدوك حيت انت مزيان الخاو. الحمد لله انت مزيان. الحمد لله الله يرحم بك. فاي شي عيني والسلام عليكم. كي جاك المحل المسلم الخاو؟ الصراحه الله المحل المسلم مزيان الخاو، واه كيحمق والله، واخا جبنا صعوبه باش ندخلو مع ديك التحاسب اللي وقعت تما، تنعرفونا يتقايد هذا جبنا صعوبه، ولكن ملي دخلنا نسينا داك الشيء كامل. بصح شنو هي الحاجه اللي عجبتك بزاف في المحل؟ الصراحه عطاتك لبسه السيد لبسه السماوات علينا الخاو، متميزين فهمتي، وديك الكباير وملي كتلبسها كتحس براسك شي حاجة. بصح المهم مشينا لمحل مسلم وكان تما تحس بزاف، يعني جبرنا واحد الصعوبة باش يدخلونا، يعني مشينا كان داخل وبنادم أول مرة يعني محل هنايا في طنجة، وباش ندخلو تما جبرنا واحد الصعوبة بزاف، يعني كان بنادم بزاف كلشي كان تما، كلشي خصو يدخل هنا، يعني صبرنا واحد الصعوبة تدخلنا الداخل، صورنا لكم ديك الشي لي تما يعني، وكان مسير الخراج يعني متصورناش هنا ولا شي حاجة. وصراحة مركز واعر تما، عندو شي مركز واعرين تما الصراحة، والأثمنة ديالهم يعني في متناول الجميع وكاليتي واعرة.
يعني المحل جانا قد تكون فيجا يعني في إيبيريا في ترادب حتى جامعة مواحيد ما حد يرو تم اللي بغي ينتم ومهم نجد نشرح لكم يعني ديك اسم كافيرو. كافيرو يعني سقسينا بس من داخل وقلنا له يعني شنو معنى كافيرو وقلنا هي يعني معنى ديالها هي الفارس وقال لك عندها بزاف ديال المعنى وكما قلنا يعني الفارس كتعطي عندها بزاف واحد يعني ملي كتهز بزاف كتحس براسك لابس ديك التشكيطه بحال اللي كتعلي بها يعني اسم واعر صراحه وصراحه مسلم ظريف ظريف بزاف يعني تلاقينا داخل ظريف ضحكه في وجهه الله يعمر راسك هيك صوفي كاين الخا والله الا تلاقيت وسلمت عليه ظريف وباينه في وجه الناس ومتواضع ماشي شي انسان متكبر ولا شي حاجه انسان متواضع بزاف انسان شي دار انجو حنا خلاص صراحه هذا واعر صراحه اجي في الناس ها اجي راح يا